الاحوال تعالوا نروح ونتابع سوا اخر اخبار النادي الاهلي وكل فرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلتنا العزيزه ساره حامد المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ساره صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا كريم واكيد برحب بيك انا هواند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وبتمنى طبعا ان اليوم النهارده يكون مليان بالتفاؤل والسعاده والطاقه الايجابيه على كل اللي بيتابعونا، واكيد هكون معاكم النهارده في فقرتنا كالعاده فقره اخبار النادي الاهلي من مقرنا بالجزيره. هاخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور طبعا متعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه، وهبتدي طبعا بالفريق الاول لكره القدم تحت قيادة مستر فيتسو موسيماني المدير الفني طبعا للنادي الاهلي. يمكن شفنا كلنا بعد مباراة سموحة والنادي الاهلي اللي اقيمت في الاسكندرية وانتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء، هدفين طبعا للنجم محمد شريف وهدف لحزين الشحات وهدف لعلي معلول من رجلة جزاء. يمكن قرر مستر فيتسو موسيماني بعد المباراة دي اللعيبة يعني تريح لمدة يوم، يمكن دايما متعودين ان بعد المباريات بيفضل ان اللعيبة تتمرن او يعني يكون في تدريب خفيف واستشفائي للعيبة تاني يوم بعد المباراة، ولكن قرر ان هو يريح لاعبي النادي الاهلي لمدة يوم وهيستأنفوا تدريباتهم النهاردة ان شاء الله على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعة 4 والتدريب هيكون الساعة 5، ودي طبعا تدريبات جماعيه ويوميه استعدادا للمباراه القادمه واللي هتكون ان شاء الله امام نادي المقاولون العرب يوم الخميس القادم في تمام الساعه 9 مساء على ملعب استاد بترو سبورت. طبعا مباراه المقاولون العرب لا تقل اهميه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده مستر فيتسو موسيماني عن مباراه سموحه، وطبعا المباريات القادمه في بطولة إلا دوري. ثلاث نقاط طبعا مهمين وغاليين بالنسبة للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، فإن شاء الله طبعا بنتمنى للاعبي النادي الأهلي إن هم يحصلوا على ثلاث نقاط يوم الخميس القادم، وطبعا يفرحوا جميع جماهير النادي الأهلي بالفوز وطبعا أداء متميز كالعادة زي ما معودنا في جميع المباريات. كمان خليني يا كريم وانا هواند اضيف على كلامكم بخصوص اجتماع كابتن الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والمدير الفني التشيكي ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط والكابتن زكريا ناصف عضو لجنه التخطيط. الكل كان متواجد في الاجتماع زي طبعا ما انتم قلتوا. خليني اضيف على كلامكم ان بعد الاجتماع ده كابتن الخطيب اجتمع مع الكابتن رؤوف عبد القادر المدير النشاط الرياضي، اجتماع بسيط جدا كان بيتكلموا فيه يعني على كل الامور المتعلقه بالالعاب الاخرى قبل طبعا بدايه الموسم الجديد. وبعد الاجتماع البسيط ده اتجه كابتن الخطيب لقاعة فكري أباظة اللي موجوده في المبنى الاجتماعي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، كان اجتماع الثاني امبارح ويمكن بدا في تمام الساعه 3 عصرا، كان اجتماع لمناقشه بعض الامور الخاصه بالمنافذ الموجوده في ثلاث فروع النادي الاهلي سواء مقر النادي الاهلي بالجزيره او فرع الشيخ زايد او مدينه نصر. كان مع الكابتن الخطيب في الاجتماع مديرين الثلاث فروع طبعا الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره والاستاذ احمد النحاس مدير فرع مدينة نصر والأستاذ واللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد. الكل كان متواجد مع كابتن الخطيب، وكمان كان معاهم الأستاذ محمد الألفي المشرف العام على المنافذ والخدمات في الثلاث فروع والأستاذ خالد الدرندلي رئيس لجنة المنافذ والأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الكل كان موجود يعني وبيناقش بعض الملفات الهامة والأمور يعني الخاصة والمتعلقة بالمنافذ سواء يعني أمور قانونية مالية أو حتى يعني على المستوى العام طبعا خدمات وجودة الطعام اللي بتتقدم لأعضاء النادي الأهلي. دايما يعني المجلس وكل المديرين بيسعوا إن هم يعني يلبوا طلبات او رغبات اعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه، فكانوا يعني مهتمين جدا بالامور دي. وبعد الاجتماع يعني مباشره يعني اخذوا يعني او قرروا كل القرارات النهائيه وهيرفعوها او يوصلوها ان شاء الله لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وفي الاخر القرار هيكون النهائي طبعا لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كمان يمكن ناقشوا مواضيع مهمه جدا وهما انه كانوا هيطرحوا اماكن جديده يدخلوا فيها منافذ وخدمات جديده لاعضاء النادي الاهلي عشان طبعا يستمتعوا بالخدمات وبجوده الطعام اللي دايما يعني بيهتموا بيها اكيد كل اعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه.
ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي. خليني اروح لاخبار جميع الفرق الرياضيه، وما زال يعني يا كريم كل الفرق في راحه من التدريبات قبل بدايه الموسم الجديد. الفرق كلها لسه يعني الجهاز الفني ما تشكلش بنسبة كبيرة، ولكن فريق الأول لكرة اليد تحت قيادة الكابتن طارق محروس بدأوا التمرين منذ فترة، والنهاردة إن شاء الله عندهم تمرين على فترتين. يمكن كابتن طارق محروس قرر إن هو يعني يكثف التدريبات للاعبي النادي الأهلي عشان يكونوا جاهزين أكتر للموسم الجديد، فخلاها على فترتين، فترة صباحية من الساعة 9 للساعة 12، والفترة الثانية من الساعة 2 للساعة 5 على صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي، وتاني تمرين بعد تمرين الرجال سيدات اليد تحت قيادة الكابتن يحيى يوسف، عندهم تمرين الساعة 6 على نفس الصالة، صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي، استعدادا للموسم الجديد وإن شاء الله هيبتدي في شهر سبتمبر القادم. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان خليني اتكلم عن رباعي النادي الاهلي في كره اليد. طبعا محمد عصام الطيار حارس مرمى النادي الاهلي، ونجم النادي الاهلي ابراهيم المصري، واحمد عادل، ومحسن رمضان اللي موجودين طبعا مع منتخب مصر في فتره الاعداد واستعدادات المنتخب للمشاركه في اولمبياد طوكيو. طبعا المنتخب دلوقتي متواجد في اسبانيا في يعني التحضيرات الاخيره قبل اولمبياد طوكيو، وامبارح كان في مباراه مهمه جدا وثالث مباراه لمنتخب مصر، مباراة ودية جمعت ما بينهم وما بين منتخب فرنسا، ولكن انتهت بفوز فرنسا على مصر منتخبنا طبعا الوطني بفارق نقطة واحدة. النتيجة كانت 31-30، ولكن يعني لاعبتنا لاعبة النادي الأهلي وأكيد كل اللعيبة أدوا أداء يعني مشرف وأداء متميز، لكنها يعني مش مباراة ودية، كانها مباراة يعني مهمة في بطولة، ولكن انتهت بفوز فرنسا على منتخبنا الوطني بفارق نقطة واحدة. يمكن دي يا كريم ويا نهواند كانت يعني كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، وأكيد لاعبتنا اللي متواجدة مع منتخبنا الوطني، وأكيد أخبار النادي الأهلي في جميع فروعه. أنا أكيد معك يا كريم ومعك يا نهواند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو يتكلم عليكم طبعا. مفيش أي حاجة غير كل شكر ليكي زميلتنا العزيزة سالة حامد، جزيل الشكر.